تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية. كابتن عزوز يحييكم في أولى رحلات عزوز إير لدورات المدارس. وعشان نتوكل على المولى كده لازم كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه وحقي وحق. أهم حاجة عندي الأخلاق، عشان كده سموها وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم، بمعنى محدش يلعب على الطيارة ولا يلعب في الطيارة، دي طيارة مدرسة حبيبي انت وهو مش أوتوبيس مدرسة. تاني حاجة ممنوع تطلع أكل على الطيارة، اللي عايز ياكل ميس نعناع بتقدم لنا وجبات صحية متوازنة للأطفال، يعني شندوتش كبدة، شندوتش سجق، وعدد واحد سكلانس. عندكم على بسة؟ تالت حاجة واحنا في الجو فوق ما تقوليش انا مزنوق او عايز اخش الحمام او التويلت او الحاجات دي، دي طيارة مدرسة حبيبي انت وهو مش حمام مدرسة. ده كان وقت معاكم يا حبايب، هسيبكم بقى دلوقتي مع المستر عم سيد وبرنامج الرفع والانزال. شوف يا ولاد، كلنا بنصحى الصبح على فيض الكلام، تجري تبوس ايدك وتبوس ايد امك، ترجع تبوس ايد ابوك التاني، وبعدين اخلص يا عم سيد. طب يا عم ما تزقش، ترجع تبوس ايد امك التانية، اما اخوك بقى لا ما تبوس ايده، لان اخوك عم سيد كل يوم في ميعادنا بالظبط تقف على سطح بيتك شنطتك على ظهرك، هننزل لك حبل ونسحبك، واخر يوم بنرجعك تاني لنفس السطوح، ما تقفش في حته فيها وصل دش ولا وصلة نت مسروقه لا تشبك فيها. شكرا يا عم المستر سيد. ودلوقتي بقى مع مسؤول الامن والامان مستر الواد هيصل. السلام والرحمه على حبايبنا الصغيرين، يعني الناس اللي صاحية من النجم، يعني الطالب اللي بيجري ورا العلم عشان يحصله، اللي الدنيا علمته احسن من اللي ماما مرجحته. الله عليك يا عم سيد يا غالي، بالصلاة على الصلاة كده، ممنوع تشيل في الشنطة اي ادوات ملوثة علشان محدش يزعل، يعني برجل برجار قلم جاف مثلث ثلاثيني ستيني، كل الحاجات دي انت مؤاخذة ممنوع. تسألني اشمعنى 30 60 وليه مش 45 يا مستر هيصة؟ أقول لك أنا، اكملني يعني 30 60 زاويته حتى وغطاه و خلصنا بقى يا عم أنت، يا مستر عزوز. إيه مستر دي يا بنت؟ أنا اسمي الكابتن عزوز، الكابتن عزوز. أول مدرسة عندك إيه يا عم سايد؟ ما هو ده الموضوع اللي كنت عاوز أفتحك. أنت جاي تطلب إيه دي؟ بقول لك أول مدرسة هنعدي عليها إيه؟ ما هي دي المشكلة، في أولاء أمور ادوني جزء من اسم المدرسة وما قالوليش بقية الاسم إيه. إزاي يعني الكلام ده؟ يعني أول ثلاث مدارس عندي الـ CES والـ GIS والـ ISC. بص، لو مكتوب جنبهم كاف FC يبقى أنت ماسك ورقة العروض بتاع السوبر ماركت الطيبين اللي تحت بيتك. الطيبين؟ عايزني اقول لك ايه يعني؟ ما تقول لي حاجه مصر افهمها. شوف يا عزوز يا ابني، اشجيني. عندنا مدارس رمسيس وفيصل للغات والاهرام التجريبيه وابو الهول الخاص، كله فرعوني كده، ما عندكش حاجه اغريقي؟ هي دي اسامي المدارس المتسجله عندي. طب بص، اقرا لي انت اسامي الاولاد وانا هظبطهم على المدارس بتاعتي. باكينام السلحدار دي تنزل ISC. بص انت خدها قاعده كده، باكينام بريهان مريهان حبهان، دول ينزلوا المدارس الانترناشونال، هم ثلاث حروف. طب والباقي؟ يعني دي محتاجه فكاكه، ينزلوا مدارس الحكومه عادي، بس وزع عم سيد الله يكرمه اسمه العدل. ها، احنا بنشتغل بما يرضي الله. لا تضع كل البيض في سله واحده. الله ينور عليك كابتن عبدول. في طالب بيقول مدرسته SWS. اسمه ايه الواد ده؟ عنتر عتريس. لا ده هنزله مدرسة شبرا الثانوية بنين. ما هو بيقول على التانية دي. يعني انت هتصدق العيال وتكذبنا؟ روح روح يلا، شوف شغلك امشي. اللي هو ايه؟ امشي بقى. ادي الاستيكة بتاعتي بين البناية. يوه، ما تدخل شوية بقى. لا عايز اقعد جنب الشباك. خليني انت بقعد جنب الشباك.
اهتأ انزل يا واد من على الكسوة دي فبريكة، ومش عاوزة حد يدق ركبته في ظهر الكرسي اللي قدام، احسن بيعدي. نهدى كده بقى عشان انا لسه ما خدتش الاستمورنينج بتاعي ودماغي فيها مليون سؤال. والسؤال لغير الله ما ذل يا نعناع يا بنت. بسيطر على العيال يا عم سيد. الطالبة علا اشرف. افندم يا عم سيد يا عسل. بطلي لماضة يا حبيبتي، ويلا عشان تنزلي المدرسة.